من جديد أحييكم وأرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بكل من التحق بنا للحظة لمتابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم نيا ميديا. موضوعنا هذا المساء المشهد الفني الجزائري الواقع وكلمة الفنان. ضيوفي الكرام الممثلة فاطمة بالحميسي، الممثلة سامية طبوش، والفنان أمين بو مديان. قبل الفاصل كنت طرحت سؤال لسامية، قلت لها وش لازم لنا باش تطهير، ماذا ينقصنا لتطهير المشهد الفني الجزائري؟ نفس السؤال لك أمين، تفضل. شوف كاين 3 بوين امبورطون. اللي هما لو بروميير بوين سي لو ستاتو، قلت لك يعاودوا يراجعوا يديروا ستاتو تاع ارتيست ماشي كارطه. كاين فرق ما بين دير كارطه وستاتو دارتيست. هنا كارطه انا عبالي اللي ما عندوش علاقه مع الفن، والله باش تضحكوا هكذا نورمال فاميلتي صحابي زعما انا ما نفتش معايا ديك كارطه هكذا. مي ها اللي جبتها خطا واحد سقساني قال لي واش دير بيها، ما لقيتش واش نقول له. صحيح ما لقيتش واش نقول له. شنو من الفوائد تاعها مثلا؟ شنو الاثير تاعها؟ ما كانش مازال ما داروا لنا حتى فائده. قال ما كانش لاكناس ديكلاري لاكناس نابوت سيتوان اجيريا شوم ماشي خدام يقضي واحد ديكلاري لاكناس. وشنو ما كانش؟ معليش قلت مراجعه تاع ستاتيو يا خويا، اذا ما قدمناش ديوان ستاتيو ديروا كوبي كولي مشاعب. هم كاين ناس يسبقونا وداو دي ستاتيو دارتيس ونجحوا في التجربه تاعهم يديروا. باغ اكزومبل تلقى ليتونجي عندهم اون كاس يبارتيسيبي فيها لي زانترميديون دو سبيكتاكل يخدم، قالوا خدم ما باليش بوندون العام خدم قال 80 سبيكتاكل، يقدم العام الجاي ما واش حاب يخدم 3 موا 6 موا ولا ما باش يخلص. راك فاهمني؟ يدخلوا ان سالير بارابور واش خدم. دونك يعاودوا يراجعوا لو ستاتيو هذا وحده. حاجه دوزيام لا برودكسيون، لا برودكسيون كو سوا اوديو فيزيوال كو سوا سينيماتوغرافي. من ناحيه اوديو فيزيوال ماذا بينا ما نقعدوش رمضان وزلابيه بوندون لاني كيما كنا العوام في لي زاني 90 دي سوق دامنا كانوا مسلسلات جوست مون جي تي اي تو بوندون لاني لي فايتون لي سيت كوم اي تو. هذه ما على باليش الناس اللي مختصين وهم نشوف دي بلاطو وهم يديروا وكذا يناقشوا كيفاش يلقاو الحل. ما باش كيفاش يبوشيو بلوتو عفوا يبوشيو لي سبونسور يكريو منافسات ولي بوندون لاني هذه زوج. ولا قلت لك لا برودكسيون اوديو فيزيون سورتو لا برودكسيون سينيماتوغرافي. هنا كدير لي فيستيفال وانت انت تنتج دو فيلم في العام لون ميتراج لا تروا فيلم ولا ما باليش انا، ما على بالي اون ديباس با بالك 5 فيلم سينما لي لون ميتراج. على دير لي فيستيفال باش تجيب لي زيتونج تعطي لهم لي بيبي. هذاك البيجي وهذاك كذا زيد حطه في الميزانيه تاع الافلام وكلاري تكون انت اون اندستري سينيماتوغرافي. اون بعد تما دير فيستيفال، مام الفيستيفال تاعك يولي مستوى. علاش حنا كيقولوا فيستيفال تاع القاهره فيستيفال ما بينش تاع اسمو هوليوود ولا اوسكار في بلاصه فلان، كي تسمع ديجا الفيستيفال حاجه خشينه باسكو هذيك البلاصه ديجا عندهم مصداقيه في السينماتوغرافي صناعه. طيب والتوازيام بوان اسمح لي، والتوازيام بوان كونترول. قلت لك لا برودكسيون لو ستاتيو مراجعه ستاتيو لا برودكسيون الكونترول سلطة الضبط السمع البصري. ماذا بيا ماشي غير كي تكون امور تاع سياسه ولا امور حساسه اللي تنتفوني اوسي في الرداء او تنتفوني اوسي في 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 امور لي سي فري هادو سي دي شام بريفي. هاد لي شام بريفي جو بونس داروا لهم قوانين وما حم ديرهم دي كاي تشارج اوني بيان داكور وما حني وامي بارتيسيبو في لندا. سما خلاص ما بقاش بالمفهوم تاع البريفي منفصل كامل. مادام ديك لو هكذا ثاني زيد كمل سويفي وسويفي سلطة الضبط السمعي نورمالمون يكونترولي. طيب نقطة فقط مهمة، ما تشوفش أنه المشكل الفعلي والحقيقي أنه غياب نقابة تدافع عن حقوق الفنانين الجزائري وأن تسن لهم واجبات؟ شوف نقابة ما تكونش. على؟ ما تكونش. دوك نقول لك علاش ما تكونش. هنا ديجا دومان أونتر موايت حنا نعرفوا واش كاين، نعرفوا في لي بلاطو، نعرفوا القهاوي، نعرفوا الوزارة، ونعرفوا الكواليس هكذا. دونك انا كيقول لك نقابه ما تكونش، دوك نقول لك وعلى ما تكونش. امبوسيبل الفنانين يتفاهموا على النقاب، من المستحيلات العشر. صح من المستحيلات تا واحد ماشي ما با الشرق غرب سود ولا كابيلي يا وهنا برك نحكموا منطقه صغيره حومه تلقى هذا تابع للكلون يتحس يحتسب على الكلون فلاني
راك فاهم، يلعب غير مع المخرج فلاني وهذا غير مع المخرج فلاني صح. وهذا مع لافوات فلانيه، كيفاش هادو ما حيتفاهموا على لازم نقابة. احنا نديروا اليد في اليد ونتضامنوا ونهضروا على حقوقنا، بصح عينا عينا مام في السوشيال ميديا عينا عينا نهضروا على هذه الامور بصح يقول لك خلاص دوك نديروا نقابه ومن بعد سمحي لي كانوا ما كان والو صح ما على جا كلامكم هو الكبير بصح سياو يديروا نقابه مي عيطوا باغ تيليفون للناس وتلاقاو ديروا ريونيون بيناتهم ما سمعتوش بها سمعنا بها ان شاء الله تاني حتى السلطه مع الجمهوريه الجديده وكذا حتى السلطه تخلي واش تفهموا الفنانين دقيقه برك نيه مثلا مسؤولي قطاع الثقافه هي باينه، مثلا كاتب الدوله المكلف بالصناعه السينماتوغرافيه سي بشير يوسف سحيري هو نظم 3 لقاءات 3 ايام مع الفاعلين في قطاع السينما والفاعلين في المشهد السينمائي الجزائري. انا شخصيا رحت النهار الاولاني ونهار الثالث، اخي انا انصدمت يا صراحة، هذه صدقا خلوني نجرد نفسي منش صحفي ذوك يعني بنادم راح حضر وشاف، يا أخي انت سيد جاي كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية مقابلكم يقولكم أعطوني اقتراحاتكم أعطوني واش راكم حابين يكون في المشهد السينمائي الجزائري، وأني هنا مستعد نفتح الأبواب لكم بدون أن أذكر أسماء ولو أنه رايحين يروبيري وارواحهم ذوك كيسمعوا ناس يقول لواحد خصني 600 مليون، الاخر يقول له خصني 200 مليون كاش. الاخر يقول له خصني 150 مليون، الاخر يقول له انا يا البروجي الفلانيه راني حاب ندي، يا اخي هذه اقتراحات ولا جينا نطلبوا الابداع راه ما يحوسوش حال يدخلوا في جيوبهم يعطينا الصحه. هاي النيه هاي النيه هاي النيه مثلا امين سميه هاي النيه مثلا انه تلتمس انه فيه نيه مباشرة من عند مسؤولي قطاع الثقافة اللي يقول هذه أيدينا نمدها إليكم أرواحوا نتفاهموا وسيدي ونغير بالعقل ونديماريو، إذا الفنانين مش قادرين يتفاهموا فيه بيناتهم. أولا يا صديقي قبل ما نروحوا للموضوع المكلف يوسف سحايري بالصناعة السينماتوغرافية بالصناعة من طرف الوزارة يليق نصفوا تاني هاد أشباه المنتجين وأشباه المخرجين، على خاطر من غير المعقول انك تلقى منتجه في عمرها 18 سنه حالنا اون فوت دو برودكسيون تنيغوسي مع باهيه راشدي تنيغوسي مع فاتحه سلطان دقيقه برك كاين منتجه في عمرها 18 سنه بدون ذكر الاسامي وكل عام تدي بروجي وتضرب في الملاير وتقلب ولي فواياج ولي ستوري والدنيا، من غير المعقول لازم نطهروا حتى المنتجين في حد ذاتهم. انا شفتهم اسمح لي يا اخي خليني نكمل الفكره. لازم لجنه التطهير، يا اخي قلنا التطهير يبدا من الفوق يجي هابط، هو نظام باكمله ما نقولوش غير احنا اللي ما نصلحوش ولي مانكا، لا يبدا من المنتجين للمخرجين للممثلين. 18 سنه في عمرها 18 سنه جودي بيان 18 ans، وباش ما نزيدش نمد اكثر تفاصيل عليها 18 سنه والحفافات عندها صالون دو كوافير تولي منتجه الانتاج، الناس ما راحوا قراو عليه في الخارج هم انفيستيو بدراهم وما متمرمدو، جيبوا الناس اللي اهل المنتجين اهل يا عباد الله. حفافه منتجه والله العظيم صح. حفافات انا خدمت معاهم حفافه بون ما نقولش مستواها محدود باسكو ما نقدرش نحكم على مستوى، لكن ماهوش اختصاصها اختي اختصاصك بروشينغ تنتور ماكياج واش تعرفي في الانتاج انتيا كيفاش تنيغوسي مع فنان قامه سبحان الله. انا تلاقيت فنانه ما نهضرش قامه ما شاء الله قالت لي رحت نيغوسي مع منتجه 18 سنه قالت لي جمله ما تعرفش تكونها. التطهير لازمنا تعقيم وتطهير هذا الدومين، رانا ولينا في عفن انا نهضرها وخلي توصل وين توصل، نحيو علينا خسر ما ناش نتقاسوش بالخسر، نحيو علينا جيزويتا منتجه، نحيو علينا المخرجين اللي يجي يشد بروجيكسيون باش يدير علاقات. وبديت فوالا نعاود نولي
أنا إنسانة واضحة جدا وإنسانة صريحة جدا والحقيقة نقولها، لخاطر صدقني غير بكيت بالدمعة كي سمعت باللي كان عندي دور مؤخرا والمخرج قال لهم نو سمينة وهي شاهدة. ايه صح، ومن بكيت بالدموع. سمحي لي سمينة، علاش تقيسني بخسري؟ باسكو عندها إمكانيات وقدرات، عندي إمكانيات وراح جاب مانكا، وعلى بالي شكون اللي جابها، جاب مانكا ونحاني أنا لحياتي كامل مسيرة حياتي مسيرتي متواضعة جدا مقارنة مع الكل. بصح تغيضني أنا أولى بهذاك الدور، ما تقيسليش خسري، قيس لي لي كاباسيتي تاعي واش نقدر نمد. من أنا كاين. عندي جمهوري. سمحي لي سامية، سمحي لي ماما ني قريب نكمل. أنا نصيف الناس برا يقولوا لي سامية أين أنت من كل هذا، عندي بيبليك، ناس يحبوني، سامية راكي طفيتي. قلت لهم لا غالب أنا غيبت بفعل فاعل، وش ندير؟ نروح نفرض روحي، نروح نتنازل شخصيتي ومبادئي ما تسمح ليش، ولا أعمم، دائما أقولها وأعيدها. تفضلي فاطمة. كما قلنا احنا ما نعموش، بصح كي أنا صراحة خلعتني كي قلت لي كاين ناس مخرجين ومنتجين كانوا يطلبوا في دراهم، أنا صراحة ما كانش عندي الفرصة لأني كنت مشغولة في عمل، ما قدرتش نروح، حبيت نقترح اقتراحات. حاجة الأولى إذا راهم يسمعوا فينا نحتاجوا احنا رقابة، رقابة باش تهضر علينا حقوق الفنان، ماذا بينا مشي حتى يوصل كي قال لك الموس للعظم، حتى هذا الفنان يمرض، وقتاش احنا نشيعوا؟ حتى نموتوا. حتى الموت يجيب لك طبقة تمر ولا بوكي تاع كي قال لك نوار، مسكين مات والله صح، مسكين مات وكان حاب يخدم وكان حاب كذا وكان حاب كذا. علاش اخويا قيمني درك في حياتي، اعطيني فرصه، اعطيني مادام عندي امكانيات وقدرات. والله صح يا وليده اني نحضر حاجه فاتت علينا، وبعض المخرجين بعض المنتجات ولا المنتجين الجدد كما قالت لك كاين خاطيهم كاع هذا الميدان، يجيب زعما بالك شي واحد تكنيسيا يوريها تفتح بواب دي برودكسيون تعيط طنا. انا شخصيا خدمت مع وحده وغاضني الحال بزاف، تفاهمنا كامل الفنانين اللي خدمنا معاها والله ما دينا فرنك، وكي نعيط لها تقول لي واش بيكم تصدعوا لي في راسي وراني مريضه وراكم كذا. علاه يا اختي درتوا عقد عمل؟ درنا عقود ورحنا للقناه وما نذكرش الاسم تاعها. علاش يا اختي مادام انت مشي قادره مشي تاع دومين ما تدخليش فيه، ما تعفنيناش هذا الدومين تاعنا، خليه انت خاطيك باش ما تعرفيش تسيري ما تسيريش، جبدي روحك. علاش قلت لك لازم لنا صح رقابه تهضر علينا على حقوقنا، على هذا الجيل اللي عنده صح مواهب وعنده امكانيات، ماذا بينا احنا ما نروحوش غير هاك. مشيت كي قالك احنا مين ما نخدموش درك ومين ما نبانوش درك، وقتاش نبانو؟ وقتاش نبانو؟ راهم يبانو غير تاع والله غير ولينا نعانيو من تهميش. انا شخصيا قلت لك راح نمرض، انا ضحيت بزاف على جال هذا الفن، انا تغربت وكيما يقولوا بعدت على عائلتي وجيت هنا لالجي وكريت وتمرمت وسفريت، ورانا نصرفوا دراهم باش نكري واش ناكلوا واش نشربوا، وعندنا غير هاد لا بيريود اللي نخدموا فيها. رانا كي دايرين كي هلال رمضان اللي ما يخدمش في هاد لا برودكسيون خلاص، وحنا الشعب تاعنا نساي، لازم تكون ديما اكتيف باش يشوفك. بصح كي تجينا الفرصه ونتمنى ونبداو نحلموا وما نجيو نسمعوا بهذا الكاستينغ حتى يدوا الادوار ويشبعوا ويحفظوا السيناريو باش يقعدوا لنا نقتات وحنا من بقايا ادوارهم ويزيدوا يديروا لنا لي كونديسيون. قلبك معمر سامية. قلبي معمر بزاف بزاف والله، انا اطالب بالتغيير. يا انا نطالب من الاخ يوسف سحايري، هو فنان وهو منا، هو ممثل كيما احنا، ادرى بالوضع. هو ادرى بالوضع، ان شاء الله يا ربي يطهر هذا الميدان، دير لجنه اللي يلقاوها حفافه يبعثوها صالون دو كوافير تاعها. للامانه فقط انه انا حضرت الخطاب تاعو الاولاني يوم افتتحت هذه اللقاءات، قال لابد علينا من ان يكون لنا منتجين حقيقيين في المشهد السينمائي الجزائري. ونتمنى والله. هذه للامانه يعني انا كنت على كان على مرمى من عيني، على مثلت لابراهيم ميكرات سمعت واش قال. هضر على نقطه مهمه ثانيه، الاستثمار في المجال الفني، هذا شيء رائع باش ما يعودوش المنتجين يخموا على الفائده تاعهم، ماشي كي يعطيوه بيجي يخدم ب 20% ويدي 80% يروح يطلع بها شاطو ويخلي الناس حياتهم كاع وما يجريو على جال زوج دارو. نو تفضل امين. وجوب نفس السياق اللي انا نتكلموا عليه. على بالك باللي كي تقول لي على صحيبي يوسف صحيبي وكذا ما يقدرش ما يقدر يدير والو، وحده هكذا ما يقدر يدير والو. كل فنان ماشي منتجين، كل فنان، باسكو انا كي نقول لك كونترول الدوله تسال فيها وحتى الفنانين يسالوا فيها،
انا شفت وين يجي واحد من العدم من العدم ينفيتي فنانين الريستورون يصرف عليهم مليون ونص ولا لابس كوستيم وناس باسم ماما ما نش نقول لك سومي سومي مي لا نون كوم يتبعوا اخويا تبعوه ويخدموا معاه وعادي وكذا وبلا كونط ومن بعد كيمسحهم يقول لك والله غير مسحنا سي نورمال انت ما وش وليت دوما قاعد تحس معاه خلعك بعشوب خلعك في بريسيبسيون في اوتيل سي تو تافي نورمال دوكا ولاو كاين اكزيستيو لي زيسكو وين ينفيستي عليك يحط 5 ملايين شحال 6 ملايين ويداو باك انت في كاشي وهذا في كاشي وهذا في كاشي وهذا كاشي ويبيع فيهم ويف الدرام جي رايح ثاني حتى الفنانين لازم يكونوا كيقول فنان باش نهضروا على ستاتيو هذا لازم حتى هو ثاني يكون عنده شخصيه وعنده عقل وعنده احترام قلت انه فيه دي زيسكرو في الانتاج باوي محتالين لي زيسكرو بارتو لي زيسكرو بارتو يعني نقول لك في دي دومين اللي ما لازمش يكونوا فيهم دي زيسكرو كاين دي زيسكرو هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه على كي قلت لي الاجتماع اللي حضرت ليه قالوا له 600 و400 وكذا شوف عندنا واحد الكاركتر يدور في الجزائر هو زعما بار اكزومبل راهو جا وليد وليد او في هذا المنصب صح وليد جانا قال لي الجماعه انا راني هنا ولا واش تقترحوا كيفاش نسيو نخدموا عفسه سي فوزافي دي زيدي نتعاونوا وكذا واحد الكاركتر جيمي شنو هو لا ماشي وليد على ماشي وليد مشي باسكو مشي والد زعما قال مشي مؤهل ولا كذا ولا كذا انا كل واحد عنده عقليه انا مشي هو انا ما عندناش هذه ما عندناش لو طرافاي كولي لي سبيري كوليكتيف ما عندناش لي سبيري كوليكتيف لونيون كيفي لا فورس الاتحاد يصنع القوه روح الجماعه ما كانش زيد امين تفضل النقطه الاخيره نكتبها باسكو ننسى هدونا بزاف واوسي ثاني هذه حكايه 600 مليون و 800 مليون نحبوا حنا نربحوا بكري وكي قالت مقابل الكونترول انا نعاود نقول لك باش تولي تورني تو سوبلومو قلتها مقبلات يا خو بالك ما سمع ما استمنا كما نقولوا ما استوعبتوهاش استوعبناهاش كي نقول انا الكونترول قال لي ما عند لا انا ما دوك اللي عنده هذيك كارطه الخضراء ولا كارطه الاخرى ما يهمنيش ما يكون ما لي بارتيس كاع عندهم لا كاع ماشي كاع عندهم باسكو ما كاش ارتيس اكوا با عندك ما كاش ستاتيو اكوا با عندك نحاول لي ندرسو قلنا ويديرو ستاتيو دارتيس لي كارت فيري كونفيرم كونترول ويولي المنتج عنده يدي في الكونترا يتحط نيميرو ماشي بياس ايدونتيتي يتحط نيميرو د كارت دارتيس خويا اللي ما عندوش لا كارت دارتيس يل تورن با هادي ما خلينا ما نحكوش على ديبتيرول ولا على لا فيغوراسيون مي بوطوله ولا سوغورول خويا اللي عنده كارداتيس وبصح عندك حاجه لازم تاني دي كريتاب باش بنادم تبدل له كارداتيس خارج الانستيتيو ولا ما ولا قال عنده ان سي في اللي داير 10 افلام ولا هادوك دي كريتاب هما يديروهم قلت لك هذا الكونترول يلعب دور كبير ومام في ناحيه الرقابه في مده الانتاج خو باش تعطي له بيجي ومن بعد يعاود يجي لك نحكي انا كوتي سينما بعد يعاود يجي لك ابري دو زون ولا يديرو بون بريميير يطبع لك لي فاكتور نو تبعت واحد يكونترولي واحد شو بلاطو يكونترولي مين داك يزدم هنا مين داك يزدم لك يا وحنا واعرين يا والد راك تعرف حنا شعب نعرفو كلش ومرحيين وواعرين دونك لازم في كل مجال لازم تكون المراقبه فاطمه والله نفس الشيء بصح احنا تاني لازم لنا عندنا شحال من قناه خاصه الله يبارك قنوات وعندنا ما على باليش شحال من شركه انتاج بصح على حسب ما انا نشوفوا الجمهور يشوفنا في رمضان سي نورمال يقول لك الجمهور علينا قلب اللوز سما احنا لازم لنا هادو المنتجين اعطونا اعمال على مدار السنه ماشي غير في رمضان باش نبانوا لازمنا في كل شهر لازمنا نخدموا ماشي لازم غير تمثيل حاجه لازم تاني نقدروا تاني المسرح يجوز تيلي بزاف اعمال نقدروا نقدموه يقدموها لنا المنتجين ويتعاونوا يعطونا الفرصه احنا ثاني هذا واش نقدر نقول لك كان محور مهم حبيت نفتحه معكم اللي هو احتكاك الجيل الجديد مع الجيل القديم ما تشوفيش انه عنده اهميه اليوم في المشهد الفني الجزائري الاحتكاك بكبار الفنانين الجزائريين انه اصبحت اليوم شيء من القطيعه مع كثير من الفنانين الجزائريين من اللبنه الاولى والله انا صراحه يشرفني باش يكون بيني وبين العمالقه تاع الفنانين احتكاك ونتعامل معاهم صراحه انا
في بدايتي كانت احتكيت مع احمد بن عيسى بهية راجدي، هذا اضافه لينا. كل ما خدمنا مع فنانين كبار نديو التجربه في مسيرتنا الفنيه، كل ما نخدموا مع فنان كبير نتعلموا، خاطرش مهما خدمت حتى ولو كنت راني في من 2005 ما نقدرش نقول صاي انا راني فنانه كامله، ما نقدرش، لانهم هما والله نلقاهم عندهم مسيره كبيره والله يبارك متواضعين. هذا الاحتكاك بين الكبار يعطينا تجربه كبيره في حياتنا وفي مسيرتنا الفنيه صراحه. انا يشرفني نحتك مع الكبار. ساميه، والله المثل يقول الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه. للاسف العمالقه تاعنا كما قالت الاخت دوك يسناهم حتى يموت والله يطول في عمرهم بين قوسين باش يوليو يقولوا كانوا كانوا كانوا. لا، كرموهم أعمال وهما على قيد الحياة، وإحنا شرف لينا أن نحتكوا بهم ناخذوا منهم وباش هما اللي يزيدوا يطلعوا لنا المستوى تاعنا، لخاطر عمالقة رانا نشوفوا فيهم مهمشين. أين هو عثمان عريوات؟ أين هي نوال زعتر؟ أين هي عمالقة كبار لو كان نبدأ نحسب ما نكملهمش؟ وين راهم؟ في رأيك علاش غيبوا من الساحة الفنية الجزائرية؟ غيبوا على خاطر المنتجين، نعاود نولي ليهم، والمخرجين ما عادش الهدف تاعهم النوعية، راهم يحوسوا ويدكوا في جيابهم دراهم ويحوسوا على لي بوبي. صح، باسكو اسمح لي بلا ما نعمم يا أخي، ديما ما نعممش، على خاطر لو أنهم اهتموا بالنوعية ولو 50% كانوا على الأقل في كل عمل جديد يحطوا انت الدافيش، تدافيش ما يجيبليش وحده انستغراموز ولا واحد من تيك توك يحطه لي تدافيش باش يجيب به نسب المشاهده، يجيب لي عثمان عريوات تدافيش، يجيب لي كبار اللي يرتقيوا بالفن، على خاطر قلت لك لازم الغربال يبدا من لي بروجيكتور يجي هابط، باسكو هما ما عندهمش مصداقيه، المنتجين ما عندهمش مصداقيه. تفضل امين. شوفي نكمل واش قلتي. قلتي منتجين ما عندهمش مصداقيه، انا دابا نسيي نتقمص شخصيه تاع منتج ونقول لك واش راح يريبوندي لك، وصحيح واش راح يريبوندي لك ماشي 100% سا جوستيفي با سا، ماشي ما انت كاين نقولوا هكذا ما انت عنده الحق وكذا منا، كاين اللي تريشي بصح كاين معظمهم هاو لا ريبونس تاعهم شحال تكون. وهذيك انا راح نقولها احد صرا تسمعوا هذوك تاع انستغرام صدمه كبيره هكذاك احد صرا المنتج يقول لك انا كاين واحد شوفي كي قلنا من الفوق ونجو هابطين على بالي واني ادرى بالامور على بالي شنو يهدر. المنتج يقول لك انايا باش نجيب لك اكس واكراك ولونسيان جينيراسيون، يقول لك انا ثاني عندي قناه نروح نبيع لها وعندي سبونسور نروح نبيع له، يقول لي لا يقول لي هذا شكون راح يشوفه خو، يقول لي انا هذاك ودير حاله في فيسبوك هذاك ودير حاله في ايه، باسكو هما خلاو الجمهور ينساوه باسكو لازم القناه هذه تهتم. معليش لا اسمح لي باسكو صح مهتمين بالشكل ماشي بالنوعيه، علاش زمان ما كانش السوشيال ميديا هذه يعني علاه كانت الافلام وكنا نتبعوها وكنا كامل نريحوا ونتفرجوا، دوك الاغلبيه البيبليك صايف طن ولا يعرف ولا يفهم باللي صاي هذا الانسان جابوه على باسكو شافوه في الانستغرام ونسبه مشاهده مزيفه، البيبليك راه يعرف الفن. لا بغيت نفهمك برك باللي البيبليك تاعنا قسما بالله كاين بزاف يراسلونا في الخاص ويقولوا لنا رانا نعرفوا علاش يجيبوا هذاك وعلاش يجيبوا هذيك، باسكو مام هادو المنتجين لازم اسمح لي برك لازم يهتموا بينا، لازم هما ثاني الاعلام يقوم بالخدمه تاعه، خاطرش حنا ثاني ولينا ندخلوا للسوشيال ميديا نقوموا بالعمل تاع بعض الاعلاميين، ولينا حنا نحكيوا على ارواحنا وعلى اعمالنا. لازم ثاني المنتجين ماشي تشوف لي للشكل واش دير بالكاركاس وما كاش المحتوى من الداخل. هذه لا مناقشه فيها خينا خاطيني. لا بصح الاخت فاطمه انا ماهوش هذا هو الموضوع تاعي، انا ما هدرتش على البيبليك، على بالي البيبليك يعرف كذا، انا قلت لك على لي ديريكتور دو شان ولا لي ريسبونسابل كو سا سوا شان كو سا سوا يشوف الفايده تاعو زعما يقول لك المنتج إيه؟ انا نبروبوزي له الاخر يقول له لا خويا، يقول له نحي لي هذا نحي لي هذا هذاك ودير حاله سوي انترنت. شوفي نقول لكم حاجه، على بالكم شكون اللي يصنع الرداء ولا يصنع لهاد الامور، انا نحكي واحد ماهوش مديور لهذا الشيء وكذا منا، نقول لك شكون يصنعها؟ المنتجين يصنعوا هادو هو على باله. شكون هادو؟ دي جورناليست. لا دقيقة لا بوليد فهمني نقطة نظام، دقيقة نحي لي برك سانتي يا بيدرو نحي لي سانتي أيوا راني بان هكذا نقطة نظام، اسمع خلينا ندير نقطة نظام على بالي على بالي صح دقيقة على بالي على بالي على بالي على بالي لكن نقطة نظام نقطة نظام أنا
وعد بلي من كلمة أنا وكنت قلتها لك سامية كنا في الكواليس دقيقة. هاني معاك وحدي ما نقدر ندير والو. لا لا أنا في يوم من الأيام طلب مني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعثوا لي قالوا لي حابين نشوفوا فلانة الفلانية بلا ما نذكر اسمها وفلان الفلان بلا ما نذكر اسمه. سيدي موش مشكل. جبتهم قعدت هي هنا وقعد هو هنا. وطرحت عليهم أسئلة عادية جدا بسيطة جدا. شكون اللي تأثرتي بها في الفن الجزائري؟ قلت لي ما نعرفش. معليش قلت لها تعرفي سهيلة معلم؟ قالت لي آه وي سهيلة معلم تاع عشر العشر. أوكي قلت له أنت بمن تأثرت؟ قال لي ما نعرفش. قلت له إبراهيم إربن تعرفه؟ قال لي ما نعرفوش. كاين كاش واحد اليوم من جيل اليوم يعرف إبراهيم إربن؟ أنا نجيب ناس مثلا نجيب ناس هنا كضيوف يطلبهم للمشاهد لكي يقف على مستواهم الحقيقي. الحمد لله في هذا البلاطو مرة أناس مثقفين فاعلين في المشهد الفني الجزائري وفي الدراما الجزائري والسينما الجزائري والمشهد الإعلامي الجزائري. فيه بعض الزملاء الصحفيين بسامحهم إن شاء الله أنهم يجيبوا ناس بس كعلاش هذه أنانية. أنا نفهم الإعلامي لأني بطبعي أنا إعلامي نفهمهم أنه فيه أنانية الصحفي يحب يطلع نسبة المشاهدة نتاعه هي. لكن نسبة مشاهدة مزيفة راح يشوفك في تلك الفترة بعد السلام عليكم جبت لي فلان بصح أسكو على باله باللي هو أطرافير لزنتفيو ولا طلع نسبة مشاهدة وتكتر من فلان وكذا راك تأثر على ميدان آخر دقيقة أنه تيلي سبيكتاتور يقول اسمح لي دقيقة ولا غير اسمح لي أنا على بالك شوف لوما تشعلوا دير لا راديو تسمع فلان تشعل تلفزيون تسمع فلان فلان مليح ماشي مليح عنده الداخل إلي في فرصة زيرو عنده ولا ما عندوش أوتوماتيك مولي ما يقبلوا داخل عقله يا عزيزي أسمعني أسمعني راهم يدخلوهم يا عزيزي أسمعني أنا الحمد لله أنا خرج المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام أعي جيدا تأثير بلاطو تلفزيوني واستضافة فلان أو علان على المشاهد وعلى المتلقي لأنه دقيقة دقيقة خليني نكمل لا 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 بال انت خويا انت خويا انت خويا انت خويا برك حبيت انا نقول حاجه برك انه لالجيري سي با الجي ياك هذه سارت لكن انتم قبلكم تحكوا كذا انتم تحكون نقول او فون دو موا في قرارة نساني نقول ايه لو كنت تعرفوا الاعلام يا هل ترى تعلم انه في اسمع مليح بيدرو هذه في احدى القنوات الخاصه واحد يبيع باتيسري جابوه داروه رئيس تحرير على برنامج تلفزيوني يستضيف الفنانين واش راح يجيب لي انا هذا هذا يبيع الباتيسري مع كل احتراماتي اللي يبيعوا الباتيسري راح يجيب لي امبورت كير من امبورت كي بالك شو عنده لك هكذا انا اجيبه خلاص علاش ما احنا بالوش باللي تلك الصورة تؤثر على ذاك الذي يشاهد في الولايات الداخلية لأن الولايات الداخلية ما هيش المدن الكبرى مثلا في أرجي ما تقدرش تجوكو ما تقدرش تجوزي من بورت كوا في مخو بصح الولايات الداخلية أخي سبعت عليه يدخل للدار وما يشاهد التلفزيون أنا في أرجي تقدر تقول لي مثلا نشد سمارت فون تاعي وراي كونيتي والسلام عليكم بوان باق لكن التطهير يكون انه نديروا اليد في اليد ونتجاوز العقليات انه هذا ماشي صاحبي وهذا من بومدين مشلف هذيك مقسنطينه وهذه من مستغانم وهذا من كذا ماشي من جهتنا اي خلي يروح اليوم سياسه العصب في مجالكم في مجالنا اودت بنا الى غياهب النسيان ودمرت عقول الاجيال الصاعده انا واش قلت مقبلات قاعده تحكي قلت لها حبسي كاين ممثلين هما اللي يصنعوا المنتج كيفاش يجيك انت بنادم من برا شاد كارطاب لابس كوستيم يصوت عليك مليون ونص يخلعك وانت واحد تورني فيه انايا انا كي انايا قال ان براكاسي وما عنديش علاقه مع الميدان بصح انا كي كيكونوا مورايا فلان وفلان وفلان ونهضر نجيب بيك سبونسور نولي نكزيستي صحيح صافي ماهيش غير اسمحني ماشي غير باختصار ما هدرتش انا غير صافي حتى هم صحابي ممثلين وهدرت عليهم ومشي غير انتوما حتى لي ريسبونسابل يا ودي راهي مخلطه راهي مخلطه تجيب فلان وتجيب فلان راهي مخلطه كلمه اخيره فاطمه يعطيكم الصحه شكرا على الاستضافه برك نتمنى ان شاء الله يعطونا اهميه احنا الجيل الجديد ديروا لنا رقابه فنان باش يتكلموا على حقوقنا وماذا بينا تكون مصداقيه في الكاستينغ شكرا لك اهلا وسهلا ساميه والله مدى بيا يكون تغيير ان شاء الله قريبا والفنان يعاود ويعطيوه قيمه ويعطيوها هذا مكان بلا ما ننسى برك نقدم تحيه صغيره لامي اللي راهي تشوف فيا وامي من اشد المعجبين بيا ماما نحبك بزاف تحيه لك ربي يطول في عمرها ان شاء الله تفضل امين كلمه اخيره عاودوا شوفوا ستاتيو داتيس ديروا ان في ستاتيو لا بروديكسيون شوفوا دراسات كيفاش تولي لا بروديكسيون بوندون لاني
قال لي توني في الفطار نزيد له انا البيدجي ولا نحيلو لي زامبو دو باس كون كنت كبير ولا كونكيرونس بوندون لاني. اي ثروازيام بوان اللي قلت ونعاودو الرقابه ثم الرقابه ثم الرقابه ماشي اللي جاب هو الدكتور اللي جا عنده قناه اللي جاب مقاومه. شكرا يعطيكم الصحه مشاهدينا الكرام. أنوه فقط على أنه غدا إن شاء الله بمتحف سينما الجزائر سينماتيك بالجزائر الوسطى سيكون هناك لقاء مع المنتج والمخرج مؤنس خمار، سيكون حديث شيق طبعا على مستقبل الإنتاج في الجزائر ومستقبل السينما في الجزائر. سيكون لقاء في تمام الساعة الثانية بعد الزوال، هذا اللقاء من تنظيم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. كونوا كثر لهذا اللقاء. إلى هنا مشاهدينا الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله ببرنامج آخر إن شاء الله، راح تشوفوا الإعلان التشويقي نتاعو في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف مع تفاصيل ستجمعنا به على مسيرته ومساره. نلتقي إن شاء الله، دمتم أوفياء لنا ودامت ملاحظاتكم وانتقاداتكم دخرا لكي نستطيع أن نتطور ونتحسن إلى الأفضل. تقبلوا تحية الفريق العامل معي وتحيتي أنا وليد حميش. إلى اللقاء.